أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين واعتقلتهما إضافة لاثنين آخرين خلال مواجهات اندلعت في بلدة برتعة جنوب جنين الواقعة داخل جدار الفصل والتوسع العنصري. وقال رئيس البلدية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل غلقها لحاجز برتعة العسكري في كلا الاتجاهين يوميا من 6 مساء وحتى الصباح، مؤكدا أن سكان البلدة والقرى المجاورة يعيشون في ظروف قاسية ويضطرون للمشي عبر طرق جبلية وعرة بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية.